في شهر 3/2020 اعترفت فيك اعتراف غير الاعتراف. غير الاعتراف اعتراف فيك كيف غير المهر بكل الاشياء. السلام عليكم. لا بسيطة. معن؟ معن؟ لا. في الراديو بيت لحم؟ يا بتهول. اتراجع. قال انا بين ماري انا دي فتحتها قبل بالضبط اجا وقال حيوان بشوف تجويف صخرة بسكن فيه، يعني يعتبرون نفس الاشي. شو يعني شو الغلط بالموضوع؟ يعني يعتبرونه هيك، مش هم بينادوا بحقوق الحيوان يعني، وممنوع انك انت تعتدي على الحيوان، وهذا يعتبرون نفس الاشي. يعني قرار عنصري، يعني هدم مغارة هو قرار ما له تفسير ولا له جواب. انك تهدم مغارة ساكنين فيها ناس، ساكنين مع اطفال، وبأدنى ادنى ادنى مقومات الحياة هو رضي انه يسكن في هذا المكان لحتى يبعد يكون مرتاح ومحافظ على أرضه.